بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الله علينا العبادات، نعم، كالصلاة والصيام والحج والزكاة. فرض علينا أن نغض أبصارنا، أن نضبط ألسنتنا. ما دامت هناك معاصي من نوع الإثم، في القرآن الكريم مصطلحان دقيقان، الإثم والعدوان. نعم. العدوان أن تعتدي على أخيك، على حياته أو على ماله أو على سمعته. نعم. الإثم ما فعلت، واحد شرب الخمر فيما بينه وبين الله، دخل إلى غرفة وشرب الخمر، أثم. نعم. نظر إلى امرأة لا تحل له في الطريق فرضا، تكلم كلاما لا يرضي الله عز وجل. يعني المعاصي التي لا تتعلق بحقوق العباد تتعلق بحقوق الله عز وجل. إذن هل هناك فرق بين الذنب والإثم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن ذنب، خطأ، إثم، عدوان. نعم. ما الفرق العدوان بينهم؟ نعم. تجاوزت حدود الله فاعتديت على أخيك الإنسان، بشكل أي إنسان، عام، مسلم أو غير مسلم، أبداً. مؤمن أو غير مؤمن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا. وفي حديث: من غشنا، لكن من غش أوسع. حتى في حديث أنا مؤمن أن معناه كما قال بعض العلماء عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أوسع معاني هذا الحديث: حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. فنحن مبدئيا العدوان أن تعتدي على حق إنسان كائنا من كان، ولو كان هذا الإنسان غير مسلم. بل إن الإنسان غير المسلم العدوان عليه أشد من عدوان على مسلم. والدليل أن مسلما اعتدى على مسلم يقال فلان اعتدى عليه، أما مسلما اعتدى على غير مسلم يتهم الإسلام كله بهذا العدوان. صحيح. وأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. المسلم سفير هذا الدين، تصرفاته وحركاته وسكناته ومواقفه وعقوده وبيعه وشراؤه، هذا كله تحت منظار مكبر. هذا كله دليل على إسلامه. نعم. لذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. من هو الخصم الأول للمؤمن؟ الكافر. ومع ذلك لا يحملنكم كراهيتكم لهذا الكافر أن تظلموه، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. بل إن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، لا بأهلية الداعي بل بعدل الله عز وجل. يستجيب الله للمظلوم ولو كان كافرا، ويستجيب للمضطر ولو كان غير مؤهل للدعاء. المظلوم يستجيب له باسم العدل، والمضطر يستجيب له باسم الرحمة. فالعدوان على أي مخلوق هذا اسم لا يغفر، تابع للحلقة السابقة. نعم. أما الاسم، إنسان دخل غرفته وعصى الله فيما بينه وبين الله، فحينما يقع الإنسان في الإثم لا بد من أن يستغفر الله عز وجل. الذنب المتعلق بحق الله، الصلاة حق لله عز وجل، الصيام حق لله، الزكاة حق لله، الحج حق لله. فهذه الذنوب إذا وقعت وعلم الله من العبد صدق توبته وإخلاصه في توبته وإصراره على توبته غفر الله هذه الذنوب مهما كانت كثيرة. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى، وهي أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن وأنيبوا إلى ربكم. أنا نقطة متأثر بها كثيرا، أن معظم المسلمين يأخذون أشطار الآيات قسمها الأول، مثلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. طيب أتمم الآية: وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب بيقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب أتمم الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل معاني التوبة وكل وعود الله عز وجل بالمغفرة وكل رحمة الله منوطة برجوع العبد إلى الله، أما أن لا يرجع مستحيل أن ينال شيئا من هذه الرحمات. رحمة الله متوقفة على أن تعود إليه. يعني هناك شاب له شيخ قال له: يا بني إن لكل سيئة عقابا. فهذا الشاب زلت قدمه في معصية فيما بينه وبين الله، وقع في الحجاب. بالمناسبة الإنسان الذي له صلة بالله عز وجل أكبر عقاب له أن يحجبه الله. الابن المربى تربية عالية جدا، أكبر عقاب له من أبيه أن يعرض عنه. فالذي على مستوى راقي جدا عقابه دقيق جدا. فهذا الشاب الذي عصى الله عز وجل فيما بينه وبين الله فحجب عن الله شعر بضيق لا يحتمل. والجفوة مع الله شيء لا يحتمل لمؤمن. فمرة ناجى ربه قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، ما عاقب عقاب مادي. قال: عبدي قد عاقبتك ولم تدري. وقع في قلبه كما يقول بعض علماء القلوب، وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني فيما بينك وبين الله في أنواع من العقابات يعرفها المؤمنون يحجبك. لو فرض إنسان له دعوة وأخطأ فيما بينه وبين الله كيف يعاقب؟ الله حكيم، لا يعاقبه عقابا يفضحه به، يعاقبه بالحجاب يحجبه. لذلك قال الحسن البصري: من صلى فلم يشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم يشعر بشيء، من ذكر الله فلم يشعر بشيء، فهو في حجاب مع الله. والحجاب أكبر عقاب للمؤمنين، بل إنه العقاب الأكبر يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بالمقابل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. يعني المؤمن حينما يسلك إلى الله عز وجل في الدنيا أكبر عقاب يعاقبه الله به أن يحجبه عنه. هو أمام الناس سليم معافى محترم موقر، لكن إذا أراد أن يصلي الطريق مسدود. فهذا عقاب المؤمنين الراقين، يعاقبون بالحجاب. فحينما يكون الذنب بينك وبين الله، الله عز وجل بحكمته الرائعة يختار لك يعني طريقة للتأديب، منها الحجاب، منها أن تقاسي، منها الهم، منها الخوف. هذا كله من عقابات الله لما كان بينك وبين الله. بالمناسبة ورد في بعض الأحاديث أنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وكلما فهمت على الله وكلما ألم بالمؤمن شيء فسأل نفسه: لماذا جاء هذا الشيء؟ ماذا فعلت حتى جاءني هذا الشيء؟ يكون على الطريق الصحيح. أنت حينما تتهم نفسك دائما أنت على الطريق الصحيح. إنها النفس اللوامة أبدا، وهذه من أرقى النفوس. طبعا فوقها المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، وقد أقسم الله بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لذلك أنا أقول دائما في نهاية كل خطبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله. ومن أبرز هذه الذنوب التقصير في العبادات. لكن كل رحمة الله وكل مغفرة الله وكل قبول الله وكل ما عند الله من عطاء لا يناله المؤمن إلا إذا أناب إلى الله وعاد تائبا مستغفرا. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، هل لنا أن نصنف الذنوب التي هي بين العبد وربه من صغيرة وكبيرة، والإصرار على الصغيرة كيف يكون؟ نعم. وما هي عواقبه؟ يعني كل ما يتشعب عن أمر الذنوب بين العباد وبين الله سبحانه. نعم. وتعالى،
ونسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا جميعا إن شاء الله. الحقيقة النقطة الدقيقة الأولى أن سيدنا بلال رضي الله عنه له كلمة رائعة، قال: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. الحقيقة الذنب معنى دقيق جدا، الذنب لا يقاس بحجمه، نعم، يقاس على من اجترأت به، على خالق الأكوان. فكلما ارتقى إيمان الإنسان بربه، وكلما كان إيمانه يعني متعلق بالإحساس أنه مع الله، ألم يقل النبي الكريم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو معكم أينما كنتم. فكلما شعرت أن الله معك تستحي منه، وكلما شعرت أن الله عظيم ترى الذنب الصغير بحقه عظيم. والقاعدة الأساسية قالها العلماء: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك كبر عند الله. بل إن المؤمن ذنبه كالجبل جاثم على صدره، وإن المنافق ذنبه كذبابة دفعها. فأنا أعرف المؤمن من المنافق من حجم الذنب عنده. فقد يقول كلمة المؤمن لا ينام الليل، الكافر قد يرتكب جريمة وينام، نعم، لا يأبه، لا يأبه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وقد قيل أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. امرأة عفيفة طاهرة تتكلم في عرضها بلا دليل بلا سبب، هيك لمجرد أن تتسلى، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. ومن عد كلامه من عمله نجا يوم القيامة. الكلام عمل، حينما تعد كلامك من عملك نجوت، وحينما تظن الكلام لا علاقة له بالعمل والاستقامة هلكت. إذن لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. إذن كلما عظم الله عندك عظمت معصيته، وكأنها علاقة طردية. وكلما صغر مفهوم الألوهية عندك رأيت الذنب الكبير صغيرا. إذن الذنب كلما صغر في نفسك كبر عند الله، وكلما كبر في نفسك صغر عند الله. هذه علامة طيبة جدا. المؤمن يرى ذنبه كالجبل جاثي من على صدره، يخاف أن يقع عليه. أما المنافق يرى ذنبه كالذبابة. هذه الفكرة الأولى. والتساؤل الذي يرد عند كثير من الشباب يقول: ما هو ذنبي أمام ذنوب الآخرين؟ وهم لا بأس عليهم والأمور تسير معهم بشكل طبيعي، وهكذا يحدث نفسه، أو أن الشيطان يوسوس له بهذا الحديث وبهذه التساؤلات، يقول أن ذنبي ما هو شيء أمام ذنوب الآخرين. هذا له جواب دقيق. نعم، يعني أنت كطبيب لو جاءك مريض معه التهاب بالمعدة تعطيه قائمة صارمة من المطعومات التي ينبغي أن يأكلها، فإذا أكل شيئا نهيته عنه تقيم عليه النكير، لأن التهاب المعدة قابل للشفاء. أما حينما يأتي مريض مع ورم خبيث تقول له كل ما شئت. هؤلاء الذين شردوا على الله عز وجل لا يحاسبون على ذنوبهم. كأن تسوق إنسانا إلى المشنقة وعليه مخالفة سير، فبربك هل تحاسبه على هذه المخالفة؟ لا يحاسب. وهذا معنى قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا الشارد الجاهل كأن الله عز وجل قال له: خذ الدنيا وأنت مطرود من رحمتي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الطالب في المدرسة حينما يشكو صعوبة المناهج وصعوبة الكتب والأستاذ الصعب والأسئلة الكثيرة والأطروحة التي لا بد من أن تؤدى كل شهر، يشكو همه لشاب ليس في المدرسة، يقول له: أنا أنام إلى الظهر، أنا مرتاح. هذا معد ليأخذ دكتوراه وليكون في منصب قيادي، هذا معد ليكون من حثالة البشر. فلا يوازن إنسان يرتكب المعاصي ولا يعاقب عليها كإنسان يخاف يتكلم كلمة لا ترضي الله عز وجل. هذا في العناية المشددة.
وذاك خارج العناية المشددة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا مصيره إلى النار. المؤمن حينما يرى شاب شارد يعصي ويرتكب الموبقات وهو يضحك ويلعب، هذا الذي يسلك طريق الباطل الشيطان راض عنه، يريحه. ألم يقل الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ لمجرد أن يسير المؤمن إنما يوسوس للمؤمن، نعم، الذي سلك طريق الحق، نعم. فلا يوازن مؤمن ورع يخاف من ذنبه الصغير أن يغضب الله عليه، لا يوازن مع إنسان جاهل. بالمناسبة مرة هيك طالب قال لي أنه أنا لا أخاف من الله، قلت له أنت معك الحق. قال كيف؟ يعني عجب لهذا الجواب. قلت الفلاح حينما يأخذ ابنه إلى الحصيدة عمره سنتين وقد يمشي إلى جانبه ثعبان، لو رآه رجل لخرج من جلده خوفان، يضع يده عليه. لماذا لا يخاف منه؟ لأنه لا يدرك، يجهل. الذي لا يدرك لا يخاف، الذي يخاف هو الذي يدرك. لو أن مهندسا رأى تصدعا في جسر في البناء يقول هذا البناء على وشك السقوط، لو رآه إنسان يطلي البناء يضع له معجون ويتابع. شتان بين من يرى أن هذا الشق في الجسر دليل قرب انهدام البناء، وبين من يرى هذا الشق يحتاج إلى أن يملأه بالمعجون. مسافة كبيرة جدا بين العلم والجهل. الطبيب حينما يغسل الفاكهة لماذا؟ لعلمه بالميكروبات والعدوى وما إلى ذلك. أما الجاهل يقول لك كلها وسمي بالله. هذا الذي نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى علم مع ورع. إذن الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله عز وجل، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت.